من ينتقد بعض المواقف العربية الرسمية هو لا ينتقد من حيث لديه هواية ربما في الانتقاد أو مريض بالعكننة والانتقاد، لا والله. لكن هؤلاء أنا هكذا أتفهم يعني مواقف الجمهور، هو ينتقد في محاولة للرفع من هذه الزعامات العربية واستنهاض مواقفها واستنهاض همامها واستفزاز نخوتها إن صح القول. لأن الحقيقة لا نقلل طبعا القضية هذه قضية إسلامية، القضية الفلسطينية هي أوسع من أن تكون قضية عربية فقط، بل وحتى قضية إنسانية إن شئت، وبالتالي إيران من حقها أن تكون جزء من هذه المعركة، لا نقول ذلك أبدا. لكن أقول لماذا يكون موقف إيران متقدم عن باقي الدول العربية بكاملها؟ ليه يا أخي أنت خايف من أمريكا؟ مو عندك ثروات، عندك نفط، عندك غاز، عندك سيادة، عندك شعب يحميك، عندك أمة تحميك، ما الذي تخافه من أمريكا أو غير أمريكا؟ ارفع موقفك للسماء، ستجد الشعب ينهض من حولك يعني ويحتضنك احتضانا. أنا على ثقة والله وأقول هذا من هذا المنبر، أنا على ثقة لو ولي العهد السعودي وجلالة الملك السعودي أعلنوا غدا قطع النفط لمدة أسبوع فقط، أسبوع، والله لهب السعوديون جميعا لإحاطتهم من كل جانب، ولهبت الأمة من أقصاها إلى أقصاها للتأييد. أنا أقول هذا وعلى ثقة من ذلك. الأمة تحتاج إلى مواقف تستفزها وتستنهضها. لماذا كلنا الآن يتحدث ليش الأمة فيها تكاسل وفيها لا مبالاة؟ لأنها لم تجد بعض القائد الذي يضرب على الوتر الحساس داخل الأمة. اتصور أنت لو السعودية تعلن وقف النفط رفضا لهذا العدوان على غزة، أنا على ثقة لن يبقى مواطن عربي واحد ومسلم واحد ربما لا يشيد ولا يخرج تأييدا ومساندة. لكن هل ممكن السعودية تقدم على هكذا خطوة؟ هل ممكن قطر أيضا تهدد بقطع الغاز؟ هل ممكن للإمارات، وإن كان الإمارات الحقيقة من سابع المستحيلات، أنا أقولها وعلى رؤوس الأشهاد. طيب هل نتوقع من بعض الدول العربية مواقف فيها قلب للطاولة على الجميع؟